عرفني نفسك. كابتن احمد وجيه، فيتنس ترينر في بلانيت جيم. كلمنا بقى عن حلقه اليوم، القبضات ايه الفرق ما بينها، هل بتختلف على الاجهزه ولا لا؟ حلقه النهارده تعتبر كنز لاي حد لسه داخل الجيم او مش عارف الفرق ما بين ايه المسكه الواسعه المسكه الضيقه. بيدخل يلاقي مسكات كتير في الجيم، كل جهاز ليه كذا اكسسوار، ليه بيمسك من القبضه ضيقه قبضه واسعه، كل قبضه من دول ليها شكل مختلف. النهارده هنتكلم عن كل القبضات دي وكل قبضه من دول بتستهدف انهي عضله في الجسم. اول جهاز معانا هو جهاز الصحب الارضي. اول مسكه يعتبر هي المسكه الكروس جريب. المسكه دي بتعمل حركه اسمها شولدر اكستنشن. الحركه دي بتشغل عضله اللاتس بصوره صحيحه، يعني بشكل مباشر العضله اللي شغاله اللاتس او المجنس. تاني مسكه معانا اللي هي الوايد وايد جريب، المسكه الواسعه. لو مسكناها كده هو زي المسطره وسحبنا على الجزء بتاع البطن او السره زي ما بيقولوا، انت كده شغلت الميدل بتاع الظهر او نص الظهر بخلفيات الكتف. طب لو مسكت مسكه القبضه دي مقلوب، عملت نفس الحركه اللي احنا كنا بنتمرن بيها من شويه اللي هي حركه الشولدر اكستنشن. اللي اشتغل معايا هو عضله اللاتس، واشتغلت معايا عضله مساعده كمان هي عضله البايسبس. ننقل بقى على جهاز تاني، هو جهاز السيتي درو. الجهاز ده يعتبر بيستهدف نفس العضله اللي لو مسكته من المسكه الضيقه اللي هي الكلوز جريب، انا بستهدف نفس العضله اللي استهدفتها الكلوز جريب بتاعت السحب الارضي اللي هي عضله اللات. طب لو مسكت المسكه الواسعه نفس الكلام، هبقى انا كده فاتح كوعي، الكوع بتاعي مفتوح فليه شغال الميدل نص الظهر. لو مسكت مقلوب فكوعي اتقفل فنفس الكلام شولدر اكستنشن، اللي اشتغل معايا عضله المجنس او عضله اللاتس. ننقل على جهاز تاني، جهاز الفراشه. الفراشه لو لعبت وانا قافل الهاند وبلعب خلفي كده، انا كده شغلت معايا خلفيات الكتف ونص الظهر. طب لو انا بلعب لقدام على البترفلاي، بلعب لقدام الكرسي بتاعي تحت، فانا بقفل قدام دقني، يعتبر العضله اللي شغاله الشيست العلوي اكتر. هو كده كده الشيست شغال، انا بتكلم في نسب النسب جوه العضله نفسها. يعني انت بتستهدف مثلا الشيست العلوي بنسبه 40، يبقى السفلي شغال معاك بنسبه 60 وهكذا. انا طالما الكرسي نازل وبقفل قدام دقني، الجزء اللي شغال معايا هو الشيست العلوي. طب لو رفعت شويه الموضوع بقى ديكلاين شويه، فانا بلعب كده على الشيست السفلي. جهاز التي بار او الترومبا زي ما بيقولوا، الترومبا البلدي. الجهاز ده انت بتمسكه، لو مسكته من المسكه الواسعه بتاعته وانت فاتح كوعك نفس الكلام اشتغل معاك نص الظهر بالتربيزيس، لو مسكته من المسكه الضيقه شولدر اكستنشن، كده انت شغال على عضله اللاتس اكتر. لو مسكت مسكه واسعه مقلوب فانا كده شغال لاتس، والمفصل بتاع الكوع يشتغل معايا فانا كده شغال على عضله البايسبس.